ما شاء الله. ابوي هاي ابوي فدوى اروح لك يعني بيت ابو تحسين زوجوا بينهم وانا بعد ما متزوج اتزوج فدوى اروح لك ليش ما تزوجني ابوي فدوى ليش ما تزوجني اقعد قول يا الله ابوي خلنا نسولف لك ابوي زوجني الله يخليك زوجني ابوي ترى الزواج مو لعبه ابوي الزواج مسؤوليه والمراه تطلباتها قويه وباكر عقب تصير عندك اطفال ابوي مو هسه تسولف بهالموضوع ان شاء الله باكر عقبه من تكبر زوجني زوجني ما عليه الا زوجني بوي شنو السالفه قول يا الله مو هسه بعدك بوي زوجني زوجني عرفنا من هاي سوالفك وزوجني هسه زوجني بوي مو هسه مو هسه متكبر متكبر روح يعني انا زعطوط مو لا بوي لا حول ولا قوه الا بالله والله كبرت يا بوي عايشه الو يا هلا وكثير الهلا حبيبي حبيبي ابو صادق الله يسلمك الله يخليك والله هنا بالبيت هلا بيك هلا بيك هلا بيك بكل وقت هلا عين سيم والله بسيطة أبوي يقول علي جاهل وقال له زوجني ما زوجني اليوم راح يجونا خطار ما حسوا بيك دقي أخلي المطبخ كيف سولف بيها قال لك زوجني ما زوجني مو متدين خلنا قوم أتوضع أحسن يا الله راح يطلع هسه موبايل هنا بسيطة يعني مش يسوي خلنا نغير له الدكة يوم لا فش ليك إلا زوجنا ما زوجنا يوم لا فش ليك بالعباس أبو هذا خلي زهته من المنطقة قبل هيج خلنا نمشي يا الله يا أهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله عليك أبو عيسى حبيبي أبو صادق الله يسلمك يا هلا أبو صادق هلا بيك هلا عم استريح استريح أهلا وسهلا استريح استريح نورتونا نورتونا الله بالخير الله بالخير العافيه اخوي والله يا اخوي كان انا بعيد عنكم خلنا اقعد يمكم خلنا احضنكم اخوتي اخوتي الاعزاز خلنا اقعد يمك بعد قلبي شلونك ابو عيسى الله يسلمك الله يخليك اخوي ابو صادق والله نعم الحمد لله زين ان شاء الله والله نعم الحمد لله شلونك عم صادق الله يسلمك حبيبي الله يخليك الله يحفظك قلت اليوم اقطع عليك اشوفك جبت تصوير لاخوي على وجهك الله يا اخويا كل خطوه بالف هلا هلا بكم والله بكم الهلا اي ابو عيسى انت مثل ما تعرف طلاي وبادمنا كثرت واليوم الديوان متعطش الناس الخيره والطيبه اللي مثل وجهه بعد قلبي فدوى اروح لك والله مو مجامله انت انسان طيب لازم تحمد بيك فدوى اروح لك شهاده اعتز بها هاي قبل كم يوم هذا المجال ذكرتك الناس اللي جاويك شنو يا ابو عيسى؟ والله ها صح عليك والله ابو عيسى شنو يا اخوي يا ابو عيسى؟ والله ما شيء لك هاي السواليف يا ابو مو انا هاي للناس المراهقين انسان خير ولك سمعتك بس ما اقول غير مع الاسف مع الاسف عليك وعلى اللي سير عليك يلا ابوي قم قم وين رايح ابو صادق؟ عيسى بعد عمك سوينا طريق وش الواد متحمد بيك؟ يا بتفشلت تفشلت سمحت راحت بالمنطقة هاي السؤال ما يسويها غير عيسى أنا علمك عيسى تعال بوي تعال أبوي شو مسوي تعال شكو بوي شكو تعال تعال شكو شكو بوي شكو أقعد بوي أقعد أقعد بوي شو مسوي شو مسوي ليش تفشلني قدام العالم ليش هيك طيحت هيبتي شو أبوي ليش ما شفت لي مرة بوي عشان أشوف لك مرة بوي أخوك غير اليوم وزوجك أنت ما تربيه معه سلام لي اليد أخ بوي أخ بوي لا بوي والله لا قل له ما اليد